أكد مدير مستشفى الحميات ببورسعيد عن أو أكد فحص وسحب عينات دم من 12,725 حالة على مدار 40 يوما، وحتى الآن خلال حملة مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي. وأضاف المدير بأن هناك سرعة في التعامل مع الحالات من خلال تخصيص 4 سيارات متنقلة تتمركز أمام 3 مستشفيات الحميات وبورسعيد العام وبور فؤاد.